السلام عليكم. دلوقتي نشوف ازاي نخلي الشكل ده يعمل حركة. خلينا هنا نجي في الأول خالص نقول له احنا عايزين مثلا نعمل نختار شكل آخر على ذوقك كده، وليكن مثلا ديناصور مثلا دوت اهوت، وده خلينا نلغيه. انا عايز اتفرج على ديناصور شوية. طيب عايز اقول له اتحرك يمين وشمال، فاقول له هنا اتحرك هنا مثلا رايت، واقول له هنا انا عايز اتحرك 10 خطوات، وهنا اقول له اتحرك 10 خطوات ليفت، وخلي ده بالسالب بالشكل دوت. طيب لما اجي هنا اشغل وابدا احرك يمين اتحرك يمين، احرك وشمال اتحرك شمال بالشكل دوت.